السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا طالبات الصف الثاني في مادة العلوم الجميلة. سوف نتحدث الآن بإذن الله عن المعادن والصخور. ما هي الصخور هنا؟ أنظر وأتساءل، لماذا يدرس العلماء الصخور وكيف نستفيد منها؟ هنا ألوان مختلفة للصخور، وأيضا توجد الصخور في التربة وهي عبارة عن أشياء غير حية موجودة في الأرض. الصخور هل هي صلبة أم سائلة؟ الصخور صلبة جدا، يختلف بعضها عن بعض في الحجم، نلاحظ في اللون، أيضا في الشكل، في الملمس. إذن الصخور تختلف بعضها عن بعض. ما الصخور؟ سوف أتعرف على الموارد الطبيعية الصخور والمعادن. الموارد الطبيعية نعرف أنها الماء، الهواء، النباتات، الحيوانات، الصخور. هي موارد طبيعية نستطيع الاستفادة منها، نستفيد من النباتات في الأكل، والحيوانات أيضا في الغذاء، في الهواء، في التنفس، وأيضا الصخور في استخدامات أخرى. إذن توجد الصخور هنا بأشكال مختلفة، قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة جدا. بعض الصخور أيضا تكون لينة جدا، يعني غير قاسية. أين توجد الصخور؟ توجد الصخور، أنت تشاهدين الصخور أين؟ تشاهدينها في الجبال، تشاهدينها أيضا في ماذا؟ في الشوارع، في التربة، في البحر، في قاع المحيط. أيضا تستخدم الصخور في يمكن نحتها وصقلها، طحنها، أيضا ينحتوا من الجبال بيوت، يصنعوا بيوتهم في الجبال. قال الله تعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. قديما صنع الفأس هنا الناس رأس الفأس هنا من الصخرة، تم نحت الجبال في مدائن صالح. لاحظي هنا قرب العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية قبل آلاف السنين. فيما يستخدم الناس الصخور في صنع الفأس وأيضا في بناء المنازل. الأدوات أيضا بشكل عام. ما هي المعادن؟ المعادن هي أجزاء صلبة غير حية تتكون من الصخور. قد تتكون الصخور من معدن أو أكثر. هنا تتكون صخرة الجرانيت، هذه من معادن مختلفة. ما هي هذه المعادن؟ الجرافيت يستخدم في صنع أقلام الرصاص، والمجنانيت يستخدم أيضا في صنع هنا كما نشاهد، وأيضا الفلورايد يستخدم في صنع معجون الأسنان، وأيضا التركواز يستخدم في صنع الحليب. ما المعدن الذي يستخدم في صنع أقلام الرصاص؟ الجرافيت. هذه المعادن: الجرافيت، المجناتيت، الفلورايت، والتركواز. شكرا جزيلا لكم يا صغيراتي، إلى اللقاء.